ما عندي ما نقول، حسبي الله ونعم. المشكل ديالنا بسيط، بغينا نكونوا حنا بحال الناس ديال شطر خمسة وشطر ربعة، واحد جوج ديال شطر واحد وجوج وثلاثة وربعة وستة وسبعة، كلهم خرجت لهم رخص البناء، كلهم بناو، كلهم جاو شطر خمسة ووقفوا، ما عرفنا شنو هو السبب. كل شيء عندنا حنا كاين المتاكة، كاين رئيس الجمعية اللي باغي يخدم معنا، ولكن ما عندنا حتى شي حاجة من العمالة من الإدارة. ما فهمت شنو اللي موقفيننا، ما فهمنا والو. حنا كنطالبوا بالحق ديالنا المشروع واللي هو السكن فقط لا غير. حنا ما جايينش نخربوا البلاد، ما جايينش نديروا إرهاب، ما جايين نديروا حتى شي حاجة خايبة. حنا كنطالبوا بالحق ديالنا. سيد ممتي العام صاحب الجلالة، سيد ممتي صاحب الجلالة العامل الله يجازيه بخير، وقف معنا، استقبلنا ماشي مره ماشي جوج، وعطى التعليمات ديالو للمسؤولين في العماله باش يوقفوا معنا نحلوا المشكل. السلطات المحليه حتى هي الله يجازيهم بخير واقفين معنا، ولكن ما عرفناش شنو كاين وراء الكواليس، ما عرفناش شنو كاين، ما كاين حيت ما كاينش شي جديد، ما كاينش شي حاجه ملموسه، ما كاين حتى شي حاجه جديده في الملف ديالنا. شحال وحنا كناضلوا رخص البناء فقط لا غير. شنو هو المشكل؟ شاريين ملك ماشي عشوائي، شاريين ملك ماشي شي حاجه عشوائيه ولا شي حاجه، والناس بانيين. حنا فقط حنا بغينا نعرفوا شنو هو السبب، وكنجيو لهنا كنجيو اربعه خمسه، ما كنبغيوش نديروا هذه الفوضى فعلا، ولكن كنجيو اربعه خمسه ما كيستقبلوناش، ما كيديوهاش فينا، كيخليونا جالسين. دابا ملي مشينا للباب الرئيسي كيقولنا رجعوا للباب الخلفي، شنو غنديروا فيه؟ شنو غنديروا في الباب الخلفي؟ شكون اللي غيستقبلنا؟ شكون اللي غيهضر معانا؟ شكون اللي غيقول لنا شنو كاين؟ والو. كنقيلوا واقفين هنايا، ما كاينش اللي كيستقبلنا ولا كيعطينا شي كلمه مفيده نهائيا. هاد الناس هادو كلهم كيهضروا غير على حقهم، كيطالبوا غير حقهم، السكن فقط، هادشي اللي بغينا، ما بغيناش شي حاجه اخرى. ما غاديش نهضروا على التعليم، ما غاديش نهضروا على الصحه، راه لا علاقه. المغرب لا اله الا الله، ولكن حنا دابا بغينا غير نستقروا. عندنا الحق في السكن ولا لا؟ عندنا الحق في الاستقرار. حنا دابا بغينا نشوفوا غير الاستقرار ديال وليداتنا ونستقروا. السكن فقط، لو كان كنقلبوا غنبقاو، ملي غنلقاو السكن غنبداو نقلبوا على الاستقرار النفسي ثاني، لان داس علينا وصافي. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وعاش الملك، عاش الملك. هادشي اللي غنقول. والمشكل ديالنا هو شطر ربعه وخمسه اخويا، عينا نجري وعينا البلان خرج، وحنا ما عطاونا لا بلان لا ولو شطر ربعه وخمسه. جينا هنا باش نطلبوا بالحقوق ديالنا، سير جينا الحقوق ديالنا، البلان خارج ما باش يعطيونا حنا شطر ربعه وخمسه. فين هادشي؟ في العيايده في السلا، العيايده سلا المازة. واخويا المسؤولين تيديونا وتيجيبونا ما بغاش يعطيونا البلان نبنيو. حنا ما عندنا لا فين نسكنوا لا والو، كاين متقاعدين، كاين شي 50 واحد هنا متقاعد عسكري، وكاينين عيالات اراميل، وكاين ناس ساكن هنا ضايعين، ما كاين لا سكنه لا والو. تيديونا وتيجيبونا وتيضحكوا علينا، كل خطره تيصيفطونا وما عطاونا لا بلان لا والو. وبلاد ملكيه ماشي بلاد جموع ولا شي حاجه، والناس راه باينين في جنابنا، وكان البقاع اللي وسط الديور، راه ماشي بقاع في الخلا ولا في هذه، راه ملكيه. وجاو الناس هما للاراضي، وجاو العمالة، وجاو المسؤولين تيتسناو في العامل، تيتسناو في الباشا، وداك الشيء حتى واحد ما جا، بقاو جالسين هنا تاعيهم تاعو بحالهم، ما بغا يديروا معنا حتى حال هاد الناس هذ، ما قالوا لنا والو. هذا تقريبا شي اربع سنين ولا خمس سنين هنا، حنا غاديين جايين، والبلان كاين ماشي ما كاينش، وهذا السبينات وما نعرفناش شنو كاين. احنا عيينا وتكرفصنا وما عندنا فين نسكنوا، عندنا وليداتنا وحنا ما عرفناش واش الملاك اللي دايرين هذا الشيء، ما عرفناش شكون اللي دايرين هذا المشكل هذا. وحنا تنطلبوا من صاحب الجلاله، تنطلبوا من صاحب كلهم يشوفوا معنا الحل ان شاء الله يا ربي. والملاكه معنا، والملاكه جابوا لنا رخصه وهم ما بغاوش يديروا معنا الحل. حنا تنطلبوا من صاحب الجلاله وتنطلبوا من عند العميل يدير معنا الحل. احنا جينا عنده ماشي مره ماشي جوج، وباقي حنا هي
هادشي هو الطلب ديالي. وعاش الملك، وحنا الشعب ديال الملك، وحنا تنحبوا الملك وتنحبوا الوطن ديالنا. حنا ما بغينا نهرسوا، ما بغينا ندقدقوا، حنا جايين نطلبوا الحق ديالنا. حنا ما بغينا حتى حاجه، حنا دراوش. وهادشي اللي طلب ولدي ظالمنا، ما عرفنا شكون اللي ظالمنا. جينا عند سيد العابد باش يشوف لنا الحل، الله يجازيه بخير. احنا عيينا وتكرفصنا وما عندنا فين نسكنوا، عندنا وليداتنا، وحنا ما عرفناش واش الملاك اللي داير لنا هاد الشيء، ما عرفنا شكون اللي داير لنا هاد المشكل هذا. وحنا تنطلبوا من صاحب الجلاله، تنطلبوا من صاحب كلهم يشوفوا معنا الحل ان شاء الله يا ربي. والملاك معنا، والملاك جابوا لنا رخصه وما بغاوش يديروا معنا الحل. حنا تنطلبوا من صاحب الجلاله وتنطلبوا من عند العميل يدير معنا الحل. احنا جينا عنده ماشي مره ماشي جوج، وباقي حنا هي هي. وهادشي هو الطلب ديالي. وعاش الملك، وحنا الشعب ديال الملك، وحنا تنحبوا الملك وتنحبوا الوطن ديالنا. احنا ما بغينا نهرسوا، ما بغينا ندقدقوا، احنا جايين نطلبوا الحق ديالنا. احنا ما بغينا حتى حاجه، احنا دراوش. وهادشي اللي تنطلبوا ولدي. كنطلبوا البلان في موزة شتر خمسة وشتر أربعة، كنطلبوا الترخيص إعادة الهيكلة. هذا هو المشكل ديالنا. إذا كنطلبوا من العمالة باش دير معنا شي حل. حنا دابا بلادنا راه الحال، خصنا البلان، قولي لنا البلان، هذا هو الحل. الناس انتم عندكم هذا المشكل. المشكل دابا راه 2012 والموزة فيها خمسة شطورة وكلهم تجهزوا وكلهم تبناوا، إلا هاد الشطورة هادو باقي الحق ديالهم مهضوم.